الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ مع حضراتكم في إنجلترا. سان البريطانية عن عزم بايرن ميونخ في التعاقد مع آدم وارتون لاعب طبعا كريستال بالاس، واللي أكد أن النادي الإنجليزي بيطلب 60 مليون جنيه استرليني نظير بيع اللاعب لبايرن ميونخ في الوقت اللي انضم فيه اللاعب لكريستال بالاس مقابل 18 مليون استرليني. في ميرور الإنجليزية تحدثت عن خليفة تين هاج طبعا المدير الفني للمان يونايتد، وأكد جيسون ده أحد أعضاء فريق مانشستر يونايتد أن المدرب منتخب إنجلترا ساوث جيت قد يكون الرجل المناسب لخلافة المدرب الهولندي، وأكد أن إيريك تين هاج لن يتولى مسؤولية تدريب الفريق الإنجليزي في الموسم القادم. هنروح لفرنسا. فوتو ميركاتو الفرنسية أكدت أن تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان والمعار إلى لايبزيغ الألماني بات قريبا جدا للانتقال إلى برشلونة، لكن على برشلونة أولا بيع أحد لاعبيه، وعلى الأرجح هيكون مدافعه رونالد أروخو. موقع الفرنسي قال أن برشلونة حدد سعر 100 مليون يورو لبيع مدافعه المدافع أروخو لكي طبعا يستطيع ويتسنى له التعاقد مع سيمونز، خاصة أن الفريق الكتالوني بيعاني من أزمة اقتصادية بتؤثر بالسلب على لوائح الكفاءة المالية الخاصة بالتعاقدات في الدوري الأسباني. هنروح سريعا لإيطاليا وتوتو سبورت. توتو ميركاتو الإيطالية اللي سلطت الضوء على فابريجاز طبعا مدرب كومو الإيطالي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، اللي أكد أنه بيسعى لبناء فريق قوي قادر على الاستمرار في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وأكد على متابعته للعديد من اللاعبين المميزين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ونفى تماما أن يكون فيردي لاعب ليستر سيتي أحد اللاعبين المرشحين للانضمام إلى فريقه الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي. دي كانت عناوين الصحف العالمية. نروح لفاصل سريع، نستقبل بعد الفاصل نجمنا النهاردة وضيفنا النهاردة الناقد الرياضي محمد الليليس. ضيفنا النهاردة في المحترف هنتكلم معاه في كل الملفات دوري الإنجليزي، نتكلم على دوري الأبطال والنهائي المنتظر، وكمان على مشوار النادي الأهلي في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.